كلام القلب يمس القلب ويهدي الروح يواسيها. وليه نحتار ما بين أفكار مفيش أسرار نداريها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في كلام من القلب. الجسم ضعيف ومن الطاقة محروم وشكله كده دايما معلول، مهما ارتاح بيعاني من الإرهاق على طول، وكأن الراحة ملهاش تأثير ولا مفعول، مفهوش حيوية ولا نشاط، ومسيطر عليه حالة خمول، والسبب هو الإجهاد اللي عن ضعف الجسم أكيد مسؤول. الإجهاد والإرهاق والخمول شكوى يمكن تكون متكررة وأكيد كلنا بنعاني منها. إزاي نواجه المشكلة دي ونحلها؟ ده كلامنا النهاردة إن شاء الله في كلام من القلب مع الأستاذة الدكتورة سمر العمريتي. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. كلام من القلب. إجهاد، إرهاق وخمول شكوى يمكن تكون متكررة عند ناس كتير جدا ما بقتش مرتبطة بسن معين ولا بمرض معين، يمكن اللي بيعانوا منها كمان الشباب أكتر من الكبار، وأكيد ده بيكون مشكلة بتعوق المذاكرة وممارسة الحياة بشكل طبيعي وعملهم. وده يخلينا نسأل إيه هو الإجهاد؟ إزاي بيأثر على الجسم؟ إزاي ممكن نواجهه؟ وإزاي ممكن نعالجه؟ وده اللي هنتكلم فيه مع الأستاذة الدكتورة سمر العمريتي. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. دكتورة سمر اهلا بيك. اهلا بيك يا لميا. امبارح كنا بنتكلم عن اضطرابات النوم مع الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، ويمكن قال انه اضطرابات النوم مش هي ان احنا ما بننامش بس، لا احنا ممكن كمان نكون بننام كتير. اللي يخلي الجسم في حاله ارهاق وخمول هو النوم كتير ولا النوم قليل، ولا النوم واحنا مش مرتاحين وفي حاله ارق وقلق، ولا ايه؟ الجسم كيان، مش الإرهاق. يعني الإرهاق إن أنا كل يوم بنزل شغلي وكل يوم بشتغل أو كل يوم بشتغل في البيت. الإجهاد ممكن يكون الإجهاد النفسي بيأثر أكتر على البدن من الإجهاد العضلي، بس في الآخر هنوصل لمرحلة إن إحنا استهلكنا نفسنا قوي عصبيا وجسمانيا فوصلنا لمرحلة الإجهاد. إيه هو الإجهاد؟ لسه كنت أقول لك إيه هو الإجهاد. إيه هو الإجهاد؟ واحدة تيجي تقول أنا تعبانة، أنا مش قادرة أكمل. هي تقصد انها مش قادرة تكمل زي ما هي كانت متعودة انها دايما بتعمل. يعني جايز يكون اللي بتعمله ده كتير قوي، كتير عن طاقتها، وما بتاخدش قصاده اللي هي ممكن تعوض ده. بمعنى انا جيت دلوقتي واحدة بتقول لي انا يا دكتورة على طول مجهدة، على طول تعبانة، مهما نام بصحى تعبانه، انا مرهق. مش عارفه اعمل ايه، انا مرهقه، والله انا ما كنت كده، انا ما كنت كده من سنتين. واحيانا نقول ايه، يعني احيانا نقوم من النوم مصدعين قوي واحنا نبقى نايمين كتير جدا ومرهقين، مش قادرين نقوم، حاسين ان احنا عايزين ننام اكتر، فاحيانا تقولي لحد لا ده انت عشان نمت كتير قوي زياده عن اللزوم فجسمك خد على كده. نمت كتير، هو بيبقى عارف هو نام قد ايه. فهو اللي يقدر يقول لي لا انا نمت مثلا 3 4 ساعات او نمت المتوسط بتاعي 6 ساعات. بس معنى ان انا نمت كتير انا فعلا بقوم عندي خمول، لكن انا نمت وما نمتش ليه؟ في ناس طول ما هم نايمين عمالين يرجعوا في مخهم احداث اليوم. قبل ما ينام يتذكر كل حاجه زعلته، كل حاجه قهرته. ما هو ده الوقت الوحيد اللي انت بتسكني فيه لنفسك وبتقعدي مع نفسك، فبتقعدي تحسبي اللي حصل. فانت بتنامي اوريدي محمله من جواكي، مشحونه، فانت ما نمتيش. لان دماغ عماله تفكر انا كذا انا انت. هل نقدر نقول ان جسمنا ممكن يكون هو اللي ارتاح ونام لكن العقل هو شغال؟ ما تقدرش تفصلي ما بين الاثنين. ما اقدرش افصل ان العقل ما نامش فالجسم ارتاح ونام. لا، دايما النوم اللي هو النوم المفيد اللي بيوصلك انك تقومي الصبح ما عندكيش اجهاد، اللي هو النوم قرير العين. اللي بيتقال يعني ايه؟ يعني خلاص هو حصل ده وحصل ده وحصل ده، قدر الله ما شاء فعل وخلاص، واللي ظلموني ربنا ايه ياخد لي حقي، وينام. وتنامي دايما وانت قبليها فكرتي في الحاجات الحلوه مش الحاجات الوحشه. طب انا نايمه والحمد لله ابويا وامي كويسين، الحمد لله ولادي كويسين، طب الحمد لله ده احنا
اكلنا النهارده ومعايا رزق بكره، الحمد لله انا حصل كذا. فكري بس في الايجابيات، ما تفكريش في السلبيات. ده بيعمل ايه؟ كل انسان ليه طاقه. الطاقه بتاعتك دي طاقه زايده قوي ومش طالعه على جسمك محتقنه، ولا طاقه سلبيه؟ مفيش طاقه اساسا، انت سلبيه عندك. طيب ازاي اوصل لمرحله ان الطاقه بتاعتي تتشحن؟ اول حاجه ان انا اوصل لمرحله ان الطاقه بتاعتي تتشحن، ان انا من جوه من القلب اكون مسلمه امر لله. يعني خلاص هو ربنا عايز كده، قدر الله ما شاء فعل، انا خدت بالاسباب وربنا. تاني حاجه انك انت تحاولي تحبي مش تتحبي. حاولي تحبي، انت لازم تحبي. هتحبي شغلك، هتحبي زهورك، هتحبي بيتك، هتحبي مطبخك، هتحبي ولادك، هتحبي كل حاجه. الحب نفسه بيولد طاقه ايجابيه للجسم كله. تالت حاجه ان انا اعرف ان جسمي ده ربنا سبحانه وتعالى يسالني عنه، انت اجهدتيه ازاي، عملتي فيه ايه. طب انت وقفتي الصبح، انت الوحيده تقدري تقولي انت بتقومي بحاجه فوق احتمالك ولا لا. طب ما هو بس هقول لك على حاجه، مفيش حد بيقدر يعمل ده قوي، لان في حاجات كتير ممكن تكوني انت مطالبه بيها، سواء هي بقى انت قادره عليها او مش قادره عليها، قادره تتحملي ولا دي فوق طاقتك، ولكن انت لازم هتعملي ده. بس مش كل يوم. ولو ده كل يوم هنعمل ايه؟ طيب لو ده كل يوم يبقى لازم تقفي مع نفسك واقفه، ان يكون عندك فتره معينه في الاسبوع انك انت تشحني نفسك تاني. هتشحني نفسك باكله كويسه، لسه هنتكلم على التغذيه، ازاي ان انا اعوض الاجهاد بالتغذيه. بس علشان واحده تيجي تقول لي والله باكل خضار وفاكهه وباكل كل اللي بتقوليه وانا برضو تعبانه، عشان كده دخلت بالمقدمه دي. في فرق ما بين انا باكل كويس بنام كويس لكن انا تعبان، انا عندي الطاقه بتاعتي سلبيه. ناخد التليفون ونكمل. مدام شاديه. الو، اهلا بيكي. ازيك يا رامية؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتوره سمر؟ اهلا يا حبيبتي. ايه يا دكتوره، بصي انا عندي 18 سنه ووزني 72 كيلو. وانا عايزه نظام غذائي امشي عليه ووصفه، لان انا جسمي كله مليان مش حته واحده. حاضر يا حبيبتي. تتعشي يا شاديه؟ بتقولي ايه يا شاديه؟ الو، بتقولي احنا معاكي، بتقولي ايه؟ بقول لك انا عايزه الوصفه ضروري بالله عليكي. طب حبيبتي بتتعشي؟ بتعشى؟ كتير يعني؟ ايوه يا دكتوره. بتاكلي بالليل يعني؟ في ناس وجبتها الاساسيه بتبقى بالليل، بتاكلي كتير؟ باكل كتير، عندي شراهه في الاكل. شراهه في الاكل. انت سنه كام يا شادي؟ انا اولى كليه. طب يا حبيبتي، طيب تابعينا يا شادي. الشراهه في الاكل وانا ماليش نفس اكل، الاثنين عكس بعض، بل الاثنين ينموا عن حاله نفسيه. فانا باكل لمجرد ان انا باكل وخلاص، انا مش عارفه انا باكل ايه. لكن هو الفكره مش فكره جوع بالظبط، واكيد مصدرها ممكن يكون جاي زي ما قلتي قبل كده، ان الاكل بيبقى في بعض الاحيان هو مصدر السعاده الوحيد، فاحنا بناكل علشان نستمد ده من الاكل. بالظبط. واكتر حاجه برضو لامية في الاكل بتعملها، ان احنا بناكل سكريات. السكريات عشان ترفع الحاله، بالسكريات بتدي، بتشيل الاجهاد او بترفع الحاله النفسيه زي الهرم. ترفعه بسرعه بسرعه وتوقعك بسرعه بسرعه، فالوقعه دي انت بتحسي فيها باجهاد اكتر وباكتئاب اكتر، فبتلجئي للسكريات تاني فبتتخني اكتر. لكن الحاجه اللي بتعمل بلاتو، الحاجه اللي بتمشي كده، هي دي الحاجه الثابته اللي بتخلي جسمك طلع معانا، وبعدين الحاله النفسيه وعدم التعب مشي كده، وبعد كده فضل ماشي كده، ما وقعش فجاه فوقعك معاه. فاحنا دايما لما نكون حاسين بتعب ما نلجاش للسكريات، نلجا للحاجات اللي هي النشويات، اللي هي كربوهيدرات المعقده. النشويات تقعد فتره وتروح ماشيه كده. ونلجا دايما للحاجات اللي فيها المغنيسيوم، زي الموز، زي السمسم، زي التين. الحاجات اللي فيها المغنيسيوم بتشيل الاسترس، بتقلل قوي الضغط النفسي. لا بتعالج الاكتئاب، فبتقلل الضغط. نعم. وتقول لي يا سلام، يعني انا اكل موزايا هشبع؟ قلت لها جربي. طب موزايا ولا حته شوكولاته؟ لا موزايا. هتاخدي اقل الضرر. لا، والموزايا ما تخنكيش، ما تسكيش بالاكتئاب. الشوكولاته يا جماعه بتعلي الحاله النفسيه، بتفرز سيروتونين، فبتعليها كده وبتشيل الاجهاد، لان الجلوكوز بيتفرز، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ بتنزل كده. ربنا سبحانه وتعالى عامل جسمك، لما انت تحسي بتعب لازم تريحي. انا دلوقتي حسيت بتعب بس انا لازم اكمل، باخد فنجان قهوه. طب
بعد شويه فنجان قهوه، بيحصل ايه؟ بتعمل ماسكينج. ماسكينج يعني ايه؟ مش انا دايما كنت بقول يا جماعه انا بكره الكرسيه، ليه؟ لان الكرسيه بيداري العيوب. هي بتغطي بس من بره، لكن اللي جوه هو زي ما هو. بس القهوه بتعمل كده، القهوه بتداري عنك الاجهاد، فبتستمري فوق طاقتك لغايه لما تقعي. فالقهوه ما ينفعش كل ما نحس بتعب طب فنجان قهوه. القهوه ليكي مثلا مره في اليوم وخلاص، لكن مش كل ما احس بتعب يلا قهوه. ليه؟ هيجي عليا فتره القهوه هتشحنك، هتفرز هرمونات معينه انها انت تشتغلي، وبعد كده مره واحده تروح واقعه. فلا يعني كاني بالظبط باخد مسكن شبه المسكنات، يعني مسكنات حاجه وقتيه. بصي مشكله الاجهاد ان الحاجات اللي بيؤدي اليها بعد كده حاجات احنا مش قادرين نستحملها، وهنقولها دي بفضل الله. تمام. طيب احنا يعني لسه هنقول لها برده تعمل ايه، بس ناخد التليفون. مدام غاده. ايوه اتفضلي. اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتوره سمر؟ اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. لو سمحت يا بس انا عندي سؤال وعايزه استفسر من حضرتك منه. انا جوزي عامل عمليه الغضروف بقاله حوالي 3 شهور، وبقى كان كويس بعد العمليه. فجاه كده من حوالي شهرين بصيت لقيت ظهره من ورا مش معدول، الجزء الاخير خالص دوت منفصل عن الجزء اللي فوق. معايا حبيبتي؟ يعني ايه منفصل؟ يعني اما بيبقى واقف كده بيبقى وسطه التحتاني ده جاي على جنب، بيبقى ظاهر خالص كده معوج، يعني معزول زي ما يكون الجزء اللي فوق منفصل عن الجزء اللي تحت. تقصدي الجزء التحتاني معوج؟ ايوه بالظبط كده. فالدكتور كل ما يروح له يقول له انت كويس، انت ما فيكش اي حاجه بس ماشي. بس ايه؟ انت كويس ما فيكش بس ماشي، ماشي كتير. ما يهمكش ماشي ماشي، يمشي كتير، يمشي كتير. بس ما فيش نتيجة. يعني الموضوع ده يعني مأثر عليه وتعبان منه جامد. طب هو اخر ظهره بيوجعه؟ طب حبيبتي الرقبة بتوجعه؟ الرقبة؟ رقبته بتوجعه؟ لا ظهره بس. طيب الألم أكتر صبح ولا بالليل؟ لا بيبقى الصبح أكتر، أول ما يصحى من النوم. ايوه بالزبط. حاضر يا حبيبتي هقول لك اعملي ايه. طيب تابعينا يا مدام غاده. شد عضلي. طب وشد عضلي يعمل في الشكل؟ ازاي؟ لما يكون الشد جامد يعمل كده شد عضلي. طب وده نتيجه ايه؟ ايه نتيجه نومه كتير. هو الدكتور قال له امشي عشان يحرك عضلاته. بس هو مش هيقدر يمشي لان اوريدي الشد العضلي ماسك جامد مكتفه. فهو ياخد حاجه بسيطه للعضلات، ضروري باذن الله ياخد حاجة بسيطة للعضلات خصوصا بالليل. ومعلش احنا هنتعب مدام غادة هنتعب مدام غادة شوية في ان هي بالليل بفضل الله هتعمل ايه. هتعمل له هتدهن اي مرهم عندها مضاد للالتهاب مع زيت زيتون. تدهن له كل عضلات ظهره من ورا لغاية رقبته. انا ليه سألت على الرقبة؟ لان لو هو معالجش الحتة اللي من تحت العضلة هتقفش تاني من فوق. هتقفش بقى كلها، فهيصحى رقبته مش قادر يحركها يمين ولا شمال. لو سابها اكتر هينزل ينام من رجليه ويجي يقول لك العمليه ما نجحتش. لا العمليه ناجحه، بس الفكره ان احنا نعمل ايه بعد العمليه بفضل الله. بعد ما تعملوا المساج ده تحطي قربه سخنه على اخر ظهره وعلى وسط ظهره، هيبقى زي الفل بفضل الله مع باسط للعضلات. ومهم موضوع المشي بالنسبه له. هو المشي علشان ما يقفش تاني، بس هو مش قادر يمشي دلوقتي. هو بفضل لازم يعالج ده الاول. لازم يعالج ده الاول ويحط في حسابه كده. بس معلش في الفتره اللي جايه لما يجي يمشي يلبس حزام. طب هو عمل العمليه، معلش استنى بس معانا شويه لغايه لما العضلات، لان العضلات لما تبقى ضعيفه بتقفش. فهي قفشه معانا، فاحنا بفضل الله هنعالجها ببسط العضلات وبالمساج وبالقربه السخنه، ولما نيجي نقف او نمشي هنلبس الحزام وهيبقى زي الفل بفضل الله ان شاء الله. طيب بالنسبه لشاديه ويمكن فتره المدارس او الكليات، في بعض الناس بتهتم بالمذاكره اكتر وبتركز في حاجات تانية وبتنسى موضوع الاكل، وفي بعض الناس وهي بتذاكر لازم تبقى جنبها ساندويتش اي حاجه بتشربها بتاكلها، ففي ناس جسمها بيتظبط وناس وزنها بيزيد. هي من الواضح ان هي العشاء ممكن يكون وجبه اساسيه عندها. بتقول لك انا باكل كتير، باكل بشراهه. بتاكل بشراهه. تقدر تتحكم في الجزئيه دي ازاي؟ ويمكن هي كده مرتبطه بالحاله النفسيه اكتر. طبعا هي دي مرتبطه بالحاله النفسيه، حاله الشراهه في الاكل. والسيطره في الجزئيه دي بيبقى صعب. اوكي. طب قولي لي يا حبيبتي اول حاجه هي ده سبيل ان هي بفضل الله قادره تعمل وقادره ان هي تقاوم انها كلمتنا. تمام.
صح؟ يعني هي مجرد انها قعدت وصبرت عشان توصل للبرنامج وتخش، يبقى دي بفضل الله هتجيب نتيجه ان شاء الله. ازاي بقى نعمل ايه؟ اول حاجه كلي، بس ابتدي لي دايما انك تاخدي اي وجبه بكوبايتين ميه. تمام، يعني انت جعانه ومحضره الاكل قدامك كله، اشربي كوبايتين ميه. الميه هنا عشان تملى جزء من المعده بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا عندنا دايما حاجه اسمها جوع زائف. احنا انت مش جعانه بس انت مش جعانه بس لازم هتاكلي، انت عايزه تاكلي، فالميه دي هتقفل الاشاره بتاعت الجوع الزائف. اوكي. تاني حاجه ان هي جايبه اكل من بره، كلي بس الاول كوبايتين ميه، وبعد الكوبايتين ميه دول هتاخدي لي اي فاكهه عندك، يا موزايه يا تفاحايه يا خوخايه، اي فاكهه عندك بعد الميه. اوكي، وتستني 10 دقايق وكلي. مش هتقدر تاكل طبعا. خلاص، يبقى انا كده. طب ده ما يجوعهاش تاني بسرعه؟ ايه يعني، ما هي يعني انا خلي بالك انا بتكلم على العشاء. فهي دلوقتي العشاء المفروض ان هي هتعمل كده وهتاكل. ده قبل العشاء. ده قبل العشاء هتعمل لي كده. طب في الصبح هنعمل ايه بقى بفضل الله؟ ان انا احاول دايما ان انا اقسم وجباتي. انا في الجامعه انا باخد ساندويتش ومع بطاطس ومع بيبسي، لا النهارده هيبقى الساندويتش وبكره هيبقى البطاطس، وخلي بيبسي دايت او سوري اي حاجه كولا، اي حاجه بتشربيها دايت مع ده او مع ده. الاسبوع اللي بعد منه خلي لي ساندويتش من غير اي دريسنج، معلوش اي حاجه. شويه بشويه انا ببتدي ان انا اغير عادتها الغذائيه، تعود معدتها، تعود على الكميات اللي داخله، الكميات اللي داخله، وشويه شويه هي هتحس بان هي قادره انها تقلل في اكلها، لانها تلاقي وزنها عمال بينزل او بمعنى اصح جسمها بيتعدل. هقول لشادية حاجه حبيبتي، لو خدتي الصبح كتبت لك حاجه حته جبنه مع واحد طاست، والغدا بروتين مع سلطه، وبالليل زبديه وواحد فاكهه، هتمشي 3 ايام، هتمشي اسبوع عشان خاطري، وتيجي بعد كده تقولي لي ايه؟ انا اسفه مش قادره. هرجع تاني لعاداتي، وهرجع بقى باكتر بقى باكتر شراها اكتر. بالظبط. فانا بقول لها يا حبيبتي بالنسبه للعشاء كوبايتين ميه، بعديهم معاهم اي فاكهيه، وبعديها استني ربع ساعه وكلي. الصبح اعملي قسمي وجباتك. انا ماما النهارده طبخه محشي، طبخه ملوخيه، وطبخه فراخ محمره، وطبخه مش عارفه ايه، لا انا هقسم. هاكل دلوقتي الفراخ مع المحشي، وهخلي الملوخيه اللي انا نفسي اكلها مع عيش هخليها مثلا بعديها 3 4 ساعات. يبقى انا قسمت، انا ما دخلتش كله مع بعضه. بس ما ده كده يبقى كتير قوي. يعني هل حد هيقدر ياكل دلوقتي فراخ ومحشي وبعد حبه ياكل ملوخيه بعيش؟ اللي عنده شراها هيعمل كده. تقدر؟ اه. فهي هتعمل ايه؟ هي هتاكل الوجبه دي كلها مع بعض. بس خلي بالك انا مش هاخد محشي زي ما انا عايزه. انا هاخد حبه هنا ومعاها الفراخ بتاعتي وحبه ملوخيه مع ربع رغيف. هي هتاكل ده كله. انت بتاهليها للفتره اللي هي تقدر تعمل فيها دايت بشكل سليم. بالظبط. ولكن ما ندخلش مره واحده باللي احنا بالدايت اللي احنا عايزينه، لان هي مش هتقدر عليه. انا بتكلم ده انت عموما بتعودي معدتها واحده واحده، بقلل كميتها وبحاول ان انا اظبط اشارات مخها. ما تاكليش كل العناصر مره واحده، لا بس انا بحب الملوخيه يا حبيبه قلبي، ماشي اغرفي حبه، بس مش هسيب لها بقى المحشي مفتوح تاكل الحله ما هي جعانه. هتغرفي لنفسك اللي انت عايزاه، مكرونه فرن الحته بتاعتك، فراخ الحته بتاعتك، كل ده، بس افصلي لي. هشتغل معاها بالفصل شويه، وبعد كده هبديها ايه الحاجات اللي انا نفسي انها تاكلها. تمام. طيب الاجهاد او الارهاق هو عرض ولا مرض؟ هو بيبقى مرض، هو الاول عرض. انا سبته هيتحول لمرض، ويتحول لمرض جارر معاه افه فيها امراض كتيره. اولهم اضطرابات في ضربات القلب، دوخه، صداع، الام في المعده، بعد الشر سكر، ضغط، كل ده من الاجهاد والارهاق. طبعا شيخوخه، نسيان، زهايمر. هاتي عربية مرسيدس يعني بصي معمولة و2012 وكل يوم شغليها، روحي بيها كده رايحة جاية على طريق مش متسفلت، روحي اسكندرية كل يوم وارجعي بيها، تفتكري بعد كام شهر تبقى عاملة ازاي؟ هتبقى خلاص هلكت، هتعملي ايه؟ لكن لو انا بحافظ عليها هتروح نفس مشاورها وعمل لها الصيانة وحط لها كذا ونظفها، اكيد تبقى كويسة جدا. فانا دايما بتكلم بقول انا ما عنديش مشكلة انك تقومي بكل واجباتك، بس حبي نفسك، خلي دايما الحصاله جنبك، حطي فيها الحاجات اللي بفضل الله هتخليكي تقاومي، تقدري انك تقاومي. تمام، ناخد التليفون ونكمل. مدام سماح. الو، اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم الدكتوره سمر نصوح. مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه دكتور. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. بقول لحضرتك انا وزني 61 وطولي 167 سنتي. وزنك كام يا سماح؟ علي صوتك شويه. إيه؟ وزنك كام بتقولي؟ 61. تمام. بس يا دكتوره انا لما بدخن من الجناب بس ايه؟ بس الثدي ورجلي من تحت ما بتتخنش خالص. انت بتقولي طولك قد ايه؟ 167. ما بتتخنيش خالص؟ ده بتقولك بتتخن لما بتتخني؟ بتخن من الارداف والجناب. والمنطقه بتاعت الثدي والدراعات والرجلين من تحت وكده ما فيش خالص، يعني ودي مسببه لي عقده جامده قوي. وعملت كل التحاليل ما طلعش عندي اي حاجه. يعني مش عندك كام سنه يا سماح؟ 31. تمام. طيب تابعينا يا مدام سماح. 61 يعني وزن كويس؟ لا، ما احنا طلعنا بره الحته دي بقى. ودي سماح اكبر دليل بفضل الله. هي بتقول طولها 167. طب وزنها 61. غمضي عينيكي كده وتخيليها تجن. ايه رايك؟ تمام. طيب هي دلوقتي عندها مشكله. هي ما بتتخنش من فوق رفيعه، عندها دي مليانه من تحت. يبقى فين بقى الجسم الجميل؟ فين الجسم اللي انا ممكن اقول لك لا ده مظبوط؟ يبقى مظبوط عندي بالمقاييس. مش مظبوط عندي بالميزان. بالميزان. تمام. وهو اكبر دليل بفضل الله. طب هي عندها توزيع الخلايا الدهنيه تحت اكتر من فوق. طب هي فوق عايزه تملى ايه؟ تدوير. بس هي ساتره على تحت. طب يعني خليها في الشكل، يعني دايما تقولي انا لما بتخن اكتر من كده بتخن من تحت. لا ما تتخنيش. مش عايزاكي تتخني، انا عايزه بس من فوق. اللي هي فاكره الحلقه اللي انا قلت فيها تدابير الانثويه؟ ايوه. طيب التدابير الانثويه ان انا ادي فيها بس كده صحه من فوق. تدابير انثويه كانت الحلقه اللي فاتت وقلنا نظام معين. التدابير الانثويه اللي هي هنحط عليها الحلبه من اساسها، قلنا نحط عليها نعناع اخضر عشان ريحتها، وبعد كده نحط عليها بفضل الله المريميه واليانسون والحلبه والمريميه واليانسون والبردقوش والكراويه. هنحط دول مع بعض بفضل الله، وبعد كده نشوه مرتين في اليوم. هناخد زيت زهره الربيع اللي هو زيت البرايم روز. ده موجود في كبسولات، موجود في الاجزخان. ده هيزود المناطق دي بس. لكن هو استروجين نباتي. فول صويا، الاستروجين النباتي بيعمل ايه؟ بيدي الضروره الانثويه. هتاخد فول صويا، هتاخد مثلا كبسولات الصويا، هتشرب المشروب اللي انا قلت عليه ده بفضل الله، هتاخد تشرب ينسون كتير، الحاجات دي كلها كتير هتزود معاها التدابير الانثويه. ولكن لو مالت من تحت ملهاش حل غير ان هي نقلل شويه الخلايا الدهنيه اللي من تحت. تمام. طيب ناخد مروه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا مروه. ازيك يا مدام لامي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازاي دكتوره سمر؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. استاذنك يا مروه بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. انا مش، لا انا بتكلم مش جنب التلفزيون خالص. طب يلا اتفضلي. لو سمحتي دكتوره سمر، كنت عايزه اسال حضرتك، انا عندي سمنه متركزه في البطن، انا طولي 170 ووزني 120 والسمنه كلها متركزه في البطن والجناب وفي ظهري من ورا. فكنت عايزه اسال الحقن، ينفعني حقن حرق تمشي معايا ولا، وكم حقنه عشان تحرق؟ لان طبعا الوزن يعتبر عالي قوي اوفر. حبيبتي هو مع انتي انسه ولا مدام؟ مدام. خلفتي قبل كده؟ معايا 3 اولاد. طب يا حبيبتي اتفضلي. فعايزه وحقن المناعه تنفعني، لان انا دلوقتي عندي الام روماتيزميه متنقله في جسمي فبسبب زيادة الوزن. وكنت السنة اللي فاتت عملت ريجيم ومشيت على الكمون بالليمون اللي حضرتك قلتي عليها وخسيت 18 كيلو السنة اللي فاتت. 18 كيلو؟ 18 كيلو نزلت. مشيتي على ايه؟ على الكمون بالليمون والقرفة والجنزبيل، كنت يوميا لازم اشرب، وكمان ما كنتش بشرب 3 مرات، كنت بشرب مرة واحدة بس، وكنت ولا رياضة ولا أي حاجة، بس كنت مقللة كمية الأكل. خسيتي قد ايه؟ 18 كيلو. طب انتي هايله يا مروه. خلال خلال مروه رجعتيهم تاني؟ رجعتهم بس على بطء، يعني رجعتهم على يعني على وقت كبير. طب رجعتيهم ليه يا مروه؟ كنتي بطلتي ولا رجعت عشان انا بحب جدا الحلويات، باكل في الحلويات كتير، وجه الشتاء وما فيش مجهود، لدرجه ان انا اشتريت سر بالكهرباء بحيث ان انا اعمل مجهود عضلي عليه. بس لما جات لي الالام الروماتيزميه دي بقتش قادره، يعني انا اعمل مجهود. جات لك امتى الالام الروماتيزميه يا مروه؟
هي بقالها سنتين ثلاثة بس زايدة قوي معايا الفترة دي. زايدة في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ زايدة قوي. هي بدأ الوقت في كتفي بدراعي تنميل وصرخ جامد، وبعد كده ماسك دلوقتي في رقبتي وظهري من ورا، وبيجيلي شد عضلي والألم بقى نتش، بحس ان العروق بتتشد، عروق رجلي بتتشد، يعني وجع في رجلي اليمين شوية شوية في رجلي الشمال. فكنت محتاجة ان انا اخد الحقن، بس خايفة تكون حبيبة قلبي. مين قالك انها ألم روماتيزمية؟ حللت، عملت تحاليل، قالوا لي ان عندك ألم روماتيزمية متنقلة. اتفضل. فكنت بس عايزة اعرف حقن الحرق هتساعدني ان انا انزل الوزن، لان انا يعني انا مجهودي شغلي على مكتب، وبروح البيت ما بقدرش انزل، بس عندي سير، يعني عندي سير بكهرباء ممكن ابذل عليه مجهود، بس جسمي تقيل. عندك سير؟ انا عندي سير بالكهرباء. طب حبيبه قلبي معلش، واحده واحده، التنميل في رجليكي زي ما في ايديكي؟ التنميل في رجلي بسيط، بس ايدي اكتر. بس في الم في رجلك؟ الم جامد، بحس ان بس دكتوره سمر، الحقن الحرق بتاثر على الكلى؟ عالكلى؟ حاضر. او على الكبد؟ حاضر هقولك. طيب. والمناعة تنفعني؟ وكم حقنة عشان احرق الوزن الزيادة؟ انا متجوزة 70 كيلو ودلوقتي 120، يعني 50 كيلو زيادة. يا مروة كفاية، يا مروة كفاية، 18 كيلو عملوا كده فيكي، هتخسي 50 كيلو؟ هقولك يا حبيبتي. حاضر. طيب عينا يا مروة، هروح اجرب انا الوصفة دي خالص. يا لميا، خاست 18 كيلو، بتقول ان هي عندها تنميل والم وهنا وهنا وهنا، حللت الم طلع حاجات اروماتيزم. لا طب بس استني بس، ما تقنعنيش ان هي لما خست، ان سبب ان هي خست ال 18 كيلو، هي بتقولك في سنه ان كل الامراض دي جات لها، ما تخنت زادتهم تاني، تخنت، ما هي خست وزادت. انت بتخسي ايه وبتزيدي ايه؟ عشان كده شد عليها. انت خسيتي عضلات وطلعت دهون، ما طلعتش عضلات اكيد، يعني يعني ما فيش حد هياكل حلويات كتير يتربى له في بايسبس وترايسبس، طلعتها دهون، دهون. فبقى الحمل كتير عليها، على جسمها، مع عضله بسيطه. ايه اللي بيشغل العضله الرفيعه دي؟ العصب. فالعصب بقى عليه اجهاد. فهمتي؟ العصب بقى هو اللي خلاص يعني هينام منك. هو قبل ما ينام منك العصب بيعمل ايه؟ بيديكي الم، تنميل. انا مش قادر، ريحيني، شد عضلي، ترخي، جسمك تقيل. هو ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه في نفسي؟ اوكي؟ فانا دلوقتي خسيت وتخنت، انا خسيت ايه وتخنت ايه؟ هي دي الفكره. تمام. هتلاقي جسمها كمان توزيع الدهون فيه اختلف، لانه بقى فلابي وبقى طري وبقى كده. طيب خلينا ناخد فاصل. أوكي. ونكمل لها رد على سؤالها. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، خليكم معانا. كلام للقلب، برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا في كلام من القلب. معنا النهارده الاستاذه الدكتوره سمر العمريتي، اكيد برحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. نجاوب بقى مروه علي. انا حابه كنتش بتكملي لسه. بس مروه حبيبه قلبي، انا عايزه اقول لها حاجه. احنا دلوقتي عايزين اللي احنا نفقده ما نزيدوش، ولما نيجي نفقد، نفقد دهن. خلاص؟ مش عايزاها حبيبتي توصل لمرحله في الاخر ان حرقها يبقى صفر. ايه اللي بيوصل بقى الجسم ان الحرق فيه يبقى صفر؟ الحرق يبقى صفر معناها ان انت عضلاتك كلتيها، يا يعني انت مولوده اساسا بعضلات ضعيفه. العضلات مش موجوده. الدليل على كده ان اكتر حد بيحرق احنا شايفينه في حياتنا مين؟ الراجل اللي عنده عضلات. بياكل قد ايه؟ بياكل كتير جدا. بيتخن؟ لا. ليه؟ بيتخن امتى؟ لما يبطل، لما عضلاته دي تتحول لدهن ويقعد. يبقى احنا عايز دلوقتي القوه العضليه بتاعتنا تبقى كويسه عشان ما نوصلش للاجهاد. هي بتقول لك انا بس بشتغل من الصبح برجع البيت ما بقدرش انزل. ما هي وصلت لمرحله اجهاد. انا دلوقتي عندي 10 شغالات، زي عندي شغاله واحده؟ لا طبعا. طب الشغاله واحده هيحصل لها ايه؟ هتقوم بمجهود العشره. طيب هتقعد تصبر معايا قد ايه؟ خلاص؟ كله هيطفش دلوقتي. دي يقول كده. لا انا بقى لا، لو انا بقى عندي حاجه كبيره يعني. ماشي؟ فانا دلوقتي عندي ربنا سبحانه وتعالى خالق لي جسمي
في عضلات، العضلات دي قويه مسكاني، مش قويه ان انا عندي عضلات قويه، لا يعني انا عندي عضلاتي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لي حلوه. هي اللي انا ماشيه بيها، انا عماله انزل انزلها وارجع تاني اتخن دهن. انا قبل كده كان بيجي لي الام، بس الالام دلوقتي زايده. فهمتي هي ليه عندها عملها؟ هو مش بيتنقل، هو التطور الطبيعي. يعني هو الناس فاكرين ان هو انا عندي وجع هنا ثم هنا ثم هنا، ده امراض روماتيزميه بتتنقل. لا، ده التطور الطبيعي يا حبيبه قلبي. الشد العضلي جاب لي هنا تنميل، شد ورا جاب لي هنا الم. ولسه كنتي بتقولي في الفصل ما فيش حاجه اسمها امراض روماتيزميه، هو ده التخصص اسمه كده. طب انت عندك بقى في التخصص ده الحته دي اسمها ايه؟ طيب نعمل ايه بقى؟ هي قالت لي الحرق بيأثر على الكلى او الكبد. بتسأل على الحقن بتاعت الحرق تأثر على الكلى؟ لا طبعا بفضل الله. لو الحقن الحرق هي الحقن الاساسيه الاصليه عمرها ما تأثر على حاجه. لان حقن الحرق دي بفضل الله من مكوناتها المثايونين، انيزيتول، كولين، الحاجات دي عباره عن ايه؟ يعني مالهاش تأثير على اي حاجه في الجسم، دي حاجه موجوده في جسمك. حقن الحاجات دي كلها موجوده في جسمنا، لو موجوده في جسمنا بالاوبتيمم بتاعها بالصح بتاعها احنا ما نتعبش ما نتخنش. طب قالت لي حاجه تانية بتاعت هي بتتكلم على ان هي يكفيها قد ايه عشان تقدر تنزل وزنها لما يبقى الوزن 110؟ ما ينزلش وزن. تنزل وزن بس مش مقارنه بالشكل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حاجه كويسه في جسمنا وتضرنا. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى مش عايز ينزل لك عضلات، عايز يحرق لك دهن. فيحصل ايه؟ دي تحرق لك دهونك، ترسمك بفضل الله لو مع طبيب بيرسم الجسم ترسمك، لكن ما تحرقش عضلاتك. فما تنزلش وزن كتير، لكن تنزل مقاسات كتير. تقول لي بصي ده انا ما بتخنش، بصي ده انا هدومي وسعت عليا بفضل الله. نيجي نوزن تقول لي انا اتخسى بس 3 كيلو يا دكتوره. مش مهم، انا عندي المهم الشكل. كان عندي امبارح فوق من المنيا جه بيقول لي اكل كتير، كل ده في رمضان بفضل الله، واحده جايه ناقصه والثانيه جايه ثابته. طيب اللي جايه ناقصه ديت معناها ان حرقها عالي، اللي جايه ثابته معناها انها دخلت كتير في حرقها عالي بس وزن وعد ما تخنتش. اتفقنا؟ فده طب، ده مش حاجه انا بديها على الغده ولا بديها على بتشتغل على السكر والبنكرياس. بس اللي انا برجع واقوله تاني بفضل الله، لما تيجوا تاخدوها ديت مفيش حاجه اسمها كام حقنه، لا هي حسب حرقك، حسب انت عايزه محتاجه قد ايه، وانت بفضل الله ساعدتيها ازاي، انت ما دخلتيلهاش كتير. وما تخافيش فضل الله ما تاثرش على اي حاجه. تمام. ناخد ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه لميا اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي، الله يخليك. اكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضلي مع حضرتك. دكتوره سمر مساء الخير. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي دكتوره سمر. انا بحاول اكلم حضرتك من السعوديه بس مش بوصل لان ما بعرفش ارقامكم من السعوديه، فانا اجازه في مصر هنا وبتصل بحضرتك لان نفسي اكلمك من زمان بصراحه. بس الارقام بتبقى موجوده على الشاشه. يعني لا الارقام اللي هي 0.3 ساعات دي ما بتجيش معايا ابدا يا استاذه لميا. يمكن بس عشان بيبقى في ضغط في المكالمات. لا يعني كل ما احاول اتصل بيها فبتديني خطا. المهم انا عايزه اسمع صوتك واسمع صوت الدكتوره. يعني اتفضلي منورانا. انا كلمتكم الله يخليكي. منورانا اتفضلي. الله يخليكي. دكتوره سمر لو سمحتي. اتفضلي. انا عمري 54 سنه وعندي سمنه في بطني، يعني من تحت من اسفل البطن. وانا كنت دايما اعمل ريجيمات وابطل وهكذا يعني. فحاليا انا اكلي مش كتير، يعني انا باكل مرتين تقريبا في اليوم، يعني ممكن افطر واتغدى والعشاء ممكن يكون فاكهه، زبادي، حليب، مش اكتر من كده. وبصوم حوالي 11 او 12 يوم في الشهر ان شاء الله. بصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام القمريه وبصوم التسع ايام ذو الحجه، يعني كل فتره فيها صيام انا بصوم على طول. ومع ذلك جسمي مش بينزل يا دكتوره، حاسه ان جسمي ثابت ومش بينزل. انا باخد حبوب الغده، باخد 100 مللي بس. التحليل مظبوط؟ التحليل الاخير كان هو كنت باخد 150 فنزلها الدكتور 150 و 125 وبعدين 100، حاليا بس 100، باخد 100. انا كنت محللها في السعوديه صراحه من. طب حبيبه قلبي التحليل طالع مظبوط؟ الغده مظبوطه؟ مظبوط، بس هو كان نزل لي كمان من الحبوب. بدل نزل لك يبقى مظبوطه. مظبوطه، يعني كانت 125 بقت 100 دلوقتي، باخد 100 يوميا. يا بس السمنه اللي عندي انا مش بحس، وانا بشتغل مجهود يعني، بحب انظف البيت، بحب اشتغل، بحب امشي، بس مع كل ده جسمي مش بينزل. وفي حاجه تانية دكتوره عندي لما اشتغل في البيت كتير، فخدي اللي هو اليمين اسفل الظهر بحس فيه الم مع الرجل اليمين نفسها، فما بقدرش احركها كتير يعني لما اشتغل فتره في البيت، يعني ساعتين او ثلاثه كده اشتغلهم في البيت اتعب. في سكر او ضغط يا حبيبتي؟ لا ما عندي سكر او ضغط، انا باخد بس حبوب كوليسترول.
ما باخدش حاجه ثانيه معاها. كوليسترول؟ كوليسترول اه باخد حبوب كوليسترول. شعرك بيقع؟ تحليل او بمناسبه الشعر ربنا يخليكي، انا شعري فاضي خالص من قدام. يعني شعري فاضي يعني خفيف جدا، واكثره بقى دلوقتي فيه تعلبه. هو خفيف جدا من قدام يعني مش عارفه اعمل له ايه. خفيف من قدام؟ جدا جدا. يعني فاضي كده جوه فروه راسي بيضه، والشعر لما حضرتك تشوفيه كده تلاقيها كلها بيضه. يعني الشعر اللي من قدام خفيف مش عارفه اعمل له ايه. طب حبيبتي قولي لي، انت حاسه ساعات ان بشره ايديكي او رجليكي بقت جافه؟ لا بشرتي مش جافه. لا ما ايديكي او رجليكي؟ لا رجلي اه يعني الله يعزك الكعوب ممكن بتنشف الكعوب، بس الايدين لا ما بحسش فيها انها جافه يعني، ما لاني بستعمل كريمات فما بحسش انها جافه. حاضر يا حبيبتي. طيب حاضر. طب هنا ام محمد اتفضلي. نفس حاله مروه. طلعت ونزلت وطلعت طلعت ونزلت طلعت ونزلت لما الحرق وقف، وبعد كده هي بتقول لي انا بحس لما اجي اعمل مجهود ان انا الام في ظهري او من تحت وبتسمع في اليمين. ما هي نفس الحاله بفضل الله. ده عندنا ايه دوت؟ ده التهاب. طيب هي عندها متمركز شويه في البطن. طب نرجع كده تاني لما كنا بنتكلم على المسعيانين، وكنا بنقول هو مسؤول عن ايه؟ قوه الحرق، تراكم الدهون، سقوط الشعر، جفاف بشره، قابليه للسكر، ضغط، كوليسترول. مدام ام محمد حبيبه قلبي عندها ايه منهم؟ حرق، تراكم دهون، شعر، كوليسترول. طيب احنا مش هنستنى فضل الله. طب نعمل ايه؟ يعني واحده تيجي تقول لي طب دكتوره سمر انت كده بتقولي لنا ان انا ما اقدرش اعمل دايت خالص؟ اعمليه بس صح. ازاي؟ ايه حطي جنب ميزانك مازوره. يعني انا ما قلتلكيش ما تنزليش وزن، بس انا مش عايزاكي تنزلي كتير من غير ما تنزلي مقاس كتير. اتفقنا؟ فلا حاولي انك انت تقيمي ده مع ده، وتاخد فيتامين بي عشان خاطر رجليها. اهم حاجه للاجهاد ان احنا نقول ان احنا ناخد الحاجات فيها المغنيسيوم، الموز، اللوز، العين الجمل، ونحاول لو جسمنا كله تعبان زي ما بنحط رجلينا في ميه وملح نحاول ان احنا نستحمى بميه وملح. نستحمى بميه وملح على اساس يشيل كل الطاقه من عندنا السلبيه. بعد ما نستحمى بالميه والملح ديت نكب على جسمنا ميه وندهن جسمنا كريم عشان ما ينشفش. تمام. احنا كان عندنا حاجات كتير لسه هنقولها النهارده وصفات، بس مع الاسف احنا وقتنا انتهى. هنزلها اول الحلقه الجايه ان شاء الله. باذن الله يا حبيبتي. بشكرك جدا يا دكتوره. مشاهدينا بشكركم واشوفكم بكره على خير ان شاء الله، يكون معنا فضيله الشيخ سالم عبد الجليل. بشكر حضراتكم، سلام عليكم. كلام القلب يمس القلب ويهدي الروح يواسيها، وليه نحتار ما بين أفكار مفيش أسرار نداريها.